يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأت في رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله إلى والدته، قال فيها من أحمد بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينها بنعمه وجعلها من خيار إمائه وخدمه، فما رأيكم في التعبير بخدمة الله؟ وكذلك عبر ابن القيم رحمه الله بهذه العبارة في مدارج السالكين. نعم، هو الذي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله وهو في السجن، كتبها إلى أمه، والخدمة يريدون بها العبادة، يريدون بها العبادة، ولا يريدون الخدمة بمعنى إن المخلوق يخدم الخالق لقضاء حاجات للمخدوم وينوب عنه، لا، المراد بالخدمة هنا العبادة. نعم.